السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناتكم السعودية. هذه العناوين: برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء يشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسلوك ميليشيا الحوثي العدواني بما يحفظ الأمن. صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند ويعقدان جلسة مباحثة رسمية. المملكة والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة في مدينة الرياض. واطلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان، وكذلك فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول لدعم أواصر الصداقة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يدفع بالعلاقات إلى أفاق جديدة ويعزز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة والعالم. تناول المجلس إثر ذلك نتائج زيارة فخامة الرئيس مون جين رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي ولي العهد، وما جرى من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وكذا ما أثمرت عنه الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات. أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجددا رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وشدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين. وأشار المجلس إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير الاحتياجات والظروف الداعمة للتنمية في اليمن. وكذلك تطرق المجلس إلى ما توصل إليه اجتماعا ممثلي دول أصدقاء السودان والمجموعة الرباعية المكونة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية اللذين استضافتهما مدينة الرياض، من التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في جمهورية السودان ودعم بعثة منظمة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في هذا البلد الشقيق. وقد اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وطلع على ما انتهى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في المجلس، واتخذ ما يلي: أولا، الموافقة على مشروعات اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية واتفاق للتعاون في مكافحة الجريمة ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية مع باكستان. ثانيا، الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها مع حكومات الدول الأخرى وتفويض وزير الداخلية بالتباحث معهم. ثالثا، التباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة. رابعا،
الموافقة على اتفاقية مع منظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني. خامساً، الموافقة على مذكرة تفاهم مع الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. سادساً، الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين المملكة والمملكة المتحدة. سابعاً، التباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية. ثامناً، اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام مالي سابق. تاسعاً، تعيين كل من محمد بن عبد الله الحقباني وعبد اللطيف بن صالح آل الشيخ وفيصل بن مرزوق الفهادي والمهندس عبد المحسن بن فهد المزيني أعضاء ممثلين لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتجديد عضوية الدكتور فهد بن إبراهيم الجنوبي عضوا من المتخصصين في مجال الدواء، والدكتور صلاح بن محمد العيد عضوا من المتخصصين في مجال الغذاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء. عاشرا، الموافقة على ترقيتين للمرتبتين 15 و14 على النحو التالي: ترقية حمود بن غنام بن حمود الكعيدي لوظيفة مستشار تقنية معلومات بالمرتبة 15 في وزارة الدفاع، ترقية محمد بن عبد الله بن أحمد العقيلي لوظيفة مستشار مالي بالمرتبة 14 في وزارة المالية. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال من بينها تقارير سنوية لوزارة الصحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضم كفاءات وطنية رائدة ومميزة. تضمنت الموافقة على تعيين نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العهلي ونائب وزير الثقافة حامد بن فايز والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن سماري أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة محمد بن عبد الملك آل الشيخ وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز السويلم وفقا للمادة الرابعة من تنظيم الهيئة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي في قصر اليمامة اليوم دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، وقد أجريت لدولته مراسم استقبال رسمية. بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء تايلاند جلسة مباحثات رسمية تم خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين. حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور مجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. فيما حضرها من الجانب التايلاندي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دون برامود ويني، ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة السيد سبونتانا بونج بن ميشاو، ووزير العمل السيد سوشات شومكلين، والقائم بأعمال سفارة تايلاند في المملكة السيد ساتانا كاسيم سانتانانا يوديا. هذا واستقبل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند في مقر إقامته في قصر الملك سعود في الرياض اليوم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأفضل الآليات لدعمها ودفعها لآفاق أوسع.
هذا وزار دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند حي الطريف التاريخي اليوم، كان في استقباله وزير السياحة أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيرارد إنزيريليو. وتجول رئيس الوزراء التايلاندي برفقة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على الحي، مطلعا على قصر سلوى ومتحف الدرعية ومتحف الخيول، إضافة إلى اطلاعه على ما يحتويه مركز الزوار من مجسمات تاريخية. واختتم زيارته بمشاهدة العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية. تتمتع تايلاند بالعديد من المقومات والعوامل الحيوية الاقتصادية التي مكنتها من الوصول إلى المرتبة 22 عالميا في حجم الصادرات. سيام الاسم السابق لمملكة تايلاند وسط جنوب شرق قارة آسيا، تحتل المرتبة 22 عالميا في حجم الصادرات، وبناتج يتجاوز 500 مليار دولار في 2020. وبحسب المعلومات الصادرة من موقع وزارة الخارجية في السعودية، أن الاقتصاد التايلندي يعد من الاقتصاديات الصناعية الحديثة لاعتماده على الصادرات بثلثي الناتج المحلي، كما تشتهر بالزراعة والصناعة والتعدين وصيد الأسماك والتجارة الدولية والسياحة، مقومات عدة وعوامل حيوية يعتمد عليها الاقتصاد التايلندي، مكنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر ليحقق تطوراً صناعياً كبيراً يؤدي دوراً في تنامي اقتصادها. وحول أهمية هذه العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومملكة تايلاند، معنا الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد. أهلاً بك بندر. يعني الآن يوثق سمو ولي العهد تأسيسا جديدا ونوعيا في هذه العلاقات بين المملكة وتايلاند، ويأتي الاقتصاد الذي لم ينقطع شريانه بين البلدين كعنوان عريض لهذه العلاقة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى تايلاند في عام 2019 أكثر من 18 مليار. ما مستقبل هذه العلاقات بعد هذه الزيارة اقتصاديا؟ مساء الخير عليك استاذ وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات. حقيقة علينا في البداية أن نشير بمبادرة المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان العبيد لطي هذا التوتر في العلاقات السعودية التايلندية. المبادرة حقيقة وصفت بالحكمة ولا تعكس نهج التسامح الموجود لدينا بالمملكة دون التفريط في الحقوق، إضافة إلى الاتجاه والاستراتيجية التي تنهجها المملكة الآن في فتح قنوات التواصل مع دول العالم. وبدون شك هذه العلاقة سيكون لها مردود اقتصادي على الطرفين سواء في المملكة أو في تايلاند، نظرا لضخامة الاقتصادين السعودي والتايلندي، وكذلك لوجود أرضية مشتركة ممكن تفعيل بعض التعاون ما بين القطاعات السعودية وقطاعات في تايلاند. بالطبع العلاقة ما بين المملكة وتايلاند بدأت في 1957، وعندما حدث هذا التوتر كان لدى المملكة تقريبا 200,000 من الأيدي العاملة التايلندية اللي يشكلون بدون شك. لكن الآن سيد بندر، يعني كيف يمكن لنا بعد هذه الزيارة أن نحقق مستقبلا اقتصاديا مثمرا إذا ما علمنا أن السعودية تعتبر يعني بصادرات النفط لتايلاند تعتبر الأكبر، وأيضا تايلاند متشوقة ومتلهفة لفتح سوق في السعودية خصوصا في منتجات السيارات والإلكترونيات وغيرها. صحيح، بحكم أن تايلاند لديها توسع في استثمار في صناعات التحوية، لكن لديها كذلك رغبة في التعاون مع المملكة في صناعة النفط والبتروكيماويات نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة. نعلم جيدا أن شركة أرامكو وشركات البتروكيماوية السعودية لديها استثمارات داخل المملكة وخارج المملكة. الأسبوع الماضي كان فخامة الرئيس الكوري الجنوبي في المملكة وشهدنا اتفاقيات تعاون ما بين شركة أرامكو وبعض الشركات في كوريا. فأتوقع أن قطاع التعدين وقطاع النفط والبتروكيماويات سيتم بحث فرصة التعاون خصوصا بالشركات السعودية. ماذا عن نقل مصانع السيارات مثلا التي ترغب تايلاند بنقلها إلى السعودية، أيضا مجال السياحة الذي تشتهر به تايلاند، وكذلك السوق السعودية الآن في ظل الرؤية وهي تفتح أبوابها لكل زوار العالم؟ بالطبع تجربة تايلاند في مجال السياحة والسفر من التجارب الجيدة على مستوى العالم، ممكن الاستفادة منها خصوصا مع تفعيل المملكة لهذا القطاع.
إضافة إلى أن هناك كذلك تكهنات لأنه تبدأ كذلك تايلاند في ضغط على استثمارات المجالات التي تفضلت بذكرها، إضافة إلى أن واحد من أهم النقاط اللي لابد أن نضعها بالاعتبار هو في عودة كذلك حركة السفر بين البلدين، وبدون شك سيكون لها أثر في حجم التبادل التجاري، وكذلك بحسب ما ذكرتم اللقاء ما بين الوفد التايلندي وكذلك وزارة الموارد البشرية نتوقع كذلك عودة للقوى العاملة التايلندية في سوق العمل السعودي. فأعتقد أن هذه الزيارة هي طي التوتر الذي شاب العلاقة لفترة 3 عقود مبادرة من سمو ولي عهد، ونشهد نتائجها الإيجابية على مستوى الاقتصاد السعودي والاقتصاد التايلندي في القريب جدا. شكرا لك بندر الكاتب الاقتصادي، كنت معنا من الرياضة. أيها السادة، صدر اليوم بيان مشترك لزيارة دولة رئيس وزراء مملكة تايلاند إلى المملكة، حيث أكدا الجانبان حرصهما على أهمية تعزيز روابط الصداقة بينهما وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة ومملكة تايلاند. أكد دولة رئيس وزراء مملكة تايلاند أن بلاد تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع المملكة العربية السعودية، وهي حريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معربا دولته عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلاند في الفترة ما بين عام 1989 ميلادية وعام 1990. كما أكد أن الحكومة التايلاندية بذلت جهودا كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة ووجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة، مؤكدا رئيس الوزراء التايلاندي الالتزام بحماية أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ميلادية. هذا وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطني البلدين، واستعرض الطرفان مجمل القضايا الإقليمية والدولية وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد الجانبان على روح التعاون ومشاركة القرارات من أجل إحياء الصداقة والعلاقة الطيبة بين المملكتين وشعبيهما من خلال الاسترشاد بالقيادة والرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند، والاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل. وتأتي هذه الخطوة التاريخية نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة. واتفق الجانبان على الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، وتشمل تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، حيث سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسة. كما شدد الطرفان على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين، إلى جانب تعزيز الحوار البناء والتنوع الثقافي. واتفق الجانبان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، وشددا على أهمية الالتزام لجميع الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزام أيضا بمبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية. هذا ورحبا بالأدوار البناء لكلا البلدين في إقليمهما، وبالتحديد دور تايلاند المؤثر في الآسيان والدور القيادي للمملكة في حفظ السلم والأمن وما تبذله من جهود إنسانية وتنموية. وقد هنأ دولة رئيس وزراء مملكة تايلاند المملكة على نجاحها في تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة 20 وما تمخض عنها من قرارات إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة وغيرها.
كما أعرب سمو ولي العهد عن ثقته بنجاح استضافة مملكة تايلاند لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات هذا العام 2022، وأن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحقيق نمو مستدام ومتوازن يشمل الاقتصاد الإقليمي والعالمي في حقبة ما بعد جائحة كورونا. ورحب دولته بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واللتين تعبران عن الدور القيادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغير المناخي، مشيدا بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها. وقد رحب سمو ولي العهد بسياسة مملكة تايلاند المتمثلة في الاقتصاد الحيوي الدائري الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف الموارد وتحويل المخلفات إلى ثروة وتجديد التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. في ختام الزيارة أعرب دولة رئيس وزراء مملكة تايلاند عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وعن أطيب تمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي بالمزيد من الرفاه والتقدم. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لصاحب الجلالة ملك مملكة تايلاند ولرئيس وزراء مملكة تايلاند وبالتقدم والرقي للشعب التايلاندي الصديق. وقع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وأمين مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق في ثاني أيام ملتقى الأعمال السعودي العراقي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين. وبين سمو وزير الطاقة أن الربط الكهربائي بين المملكة والعراق سيعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء. واليوم نشهد خطوة أخرى باتجاه استكمال جهود ربط الشبكات الكهربائية في العالم العربي ومنها إلى العالم بإذن الله، وهو ما نعول عليه إن شاء الله. وفي إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية يأتي مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي كجزء من خطط الربط الكهربائي في المملكة التي تركز على استثمار موقع الاستراتيجي للمملكة وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي لجعل المملكة مركزا إقليميا لربط شبكات الكهرباء. كما أكد سمو وزير الطاقة أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق هو جزء من خطط المملكة التي تركز على استثمار موقعها الاستراتيجي. وقد جاءت هذه المذكرة وهذا المشروع نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين وتوصلت إلى أن هناك فرص واعدة في مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين وتحقيق وفورات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة الإنتاجية الكهرباء ودعم استيعاب الشركات الكهربائية لدعم لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء. هذا وتأتي العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق والتي شهدت نقلة نوعية في عام 2017 مع إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري وفتح مجالات التعاون مع العراق الشقيق. العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق شهدت نقلة نوعية في 2017 مع إنشاء مجلس التنسيق بينهما رغبة من المملكة في تعزيز فرص التبادل التجاري وفتح مجالات التعاون مع العراق. المجلس يعقد دورته الخامسة في الرياض لبحث المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق التي تجاوزت ملياري ريال، مستهدفة الوصول إلى 10 مليارات ريال في قطاعات مختلفة ومتنوعة. ولتسهيل
الإجراءات للاستثمار الأجنبي وإقامة مشاريع مشتركة، تم تأسيس صندوق سعودي عراقي ب11 مليار و200 مليون ريال لإنشاء مشروع الربط الكهربائي والاتفاق على تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية في العراق. في الدورة الرابعة للمجلس تم الاتفاق على تشغيل منفذ جديد تعرعر الذي ساهم في تنشيط حركة التجارة بين البلدين. وفي الثالثة تم تقديم قروض لمشاريع تنموية عدة في العراق ومذكرات تعاون في المجال الصحي ومساعدات طبية لمواجهة جائحة كورونا. التبادل التجاري بين المملكة والعراق قفز 3% خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 1 مليار و100 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من 2020 حسب الهيئة العامة للإحصاء. في نشرتنا ولكن بعد قليل، تسجيل 4541 إصابة جديدة بكورونا في المملكة والجرعات المضادة المعطاة تقترب من 56 مليون جرعة. وفيها أيضا التجارة تحذر من التعامل مع مجهولين ينتحلون صفتها ويتصلون بالمستهلكين لغرض التحايل. بعد الإفطار ضغط العمل يزيد، ما في وقت للصداع. بانادول أكتيف فاست يمتص الجسم مرتين أسرع لتسكين الألم. أنت مو أنت وأنت جوعان. جوعان خذ لك سنيكرز. هل تريد المحافظة على أنفاس منتعشة تحت القناع؟ جرب غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك، يستهدف البكتيريا التي لا يمكن أن تصل إليها الفرشاة وحدها. غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك للحفاظ على رائحة منعشة. أهلا بكم. رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز أمس ملتقى الأسرة والمجتمع الذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالشراكة مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في مجلس منطقة الرياض ومجلس شؤون الأسرة في الجامعة. وأعرب أمير الرياض في كلمة له عن اعتزازه وشكره بما تقوم به لجان إمارة الرياض ومجلس المنطقة من دور عظيم، وهو خدمة المجتمع والأسرة. قد شهد الحفل المعد بهذا المناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ولجنة شؤون الأسرة في مجلس منطقة الرياض. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4541 إصابة جديدة بالفيروس كورونا في المملكة، وقد تعافى 5212 شخص، فيما ارتفعت الحالات الحرجة لتصل إلى 750 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة رحمهم الله. إلى ذلك تجاوز إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة 55,900,000 جرعة، وعدد المحصنين بجرعتين بلغ أكثر من 23 مليونا وأكثر من 600,000 شخص، فيما بلغ عدد المحصنين بجرعة واحدة أكثر من 25 مليون شخص من سكان المملكة. اقتصاديا، سجلت الصادرات السلعية في المملكة خلال شهر نوفمبر من عام 2021 ارتفاعا بأكثر من 58 مليار ريال بنسبة تجاوزت 82% عن الشهر نفسه من عام 2020 وفق نشرة التجارة الخارجية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء. كما أفادت النشرة عن ارتفاع الصادرات البترولية بأكثر من 43 مليار ريال بنسبة تجاوزت 112%، فيما سجلت الصادرات الغير بترولية ارتفاعا بنسبة 26% في شهر نوفمبر 21 عن نفس الشهر من عام 2020 بعد أن سجلت 26 مليار ريال. حذرت وزارة التجارة من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسمها بالاتصال من خلال تطبيقات إلكترونية تظهر الرقم السابق لها للوزارة،
وأرقام أخرى عشوائية ويطلبون بيانات شخصية للمستهلك بغرض التحايل. أكدت وزارة التجارة أن موظفيها لا يطلبون مطلقا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل، وبينت أن الرقم الموحد لوزارة التجارة هو 1900. إليكم أهم ما جاء في هذه النشرة. برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء يشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسلوك ميليشيا الحوثي العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين. صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية. المملكة والعراق توقعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. شكرا لكم، ابقوا في سلام وأمان وعافية، ونلتقيكم إن شاء الله عند 12:30 من هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.